مشاهدينا، هذه عودة إلى ضيفنا من اسطنبول الأستاذ حسين السبعوي. أهلا بكم مجددا أستاذ حسين. يعني مجلة ذا ويكلي ستاندرز تقول بأن إيران تسيطر على العراق عبر الأذرع التي وضعتها في العراق. هذه التظاهرات المشتعلة خصوصا جنوب العراق في البصرة بالتحديد، إلى أي مدى تؤثر على النفوذ الإيراني؟ بداية ما سيطرت إيران على العراق لولا الرضا الأمريكي، فالتحالف الأمريكي الإيراني والتوافق بينهما على العراق ما كان ليكون لولا الرضا الأمريكي. فهناك توافق وتحالف بين إيران وأمريكا على الأراضي العراقية. أما مدى تأثير هذه المظاهرات، فإن لهذه المظاهرات هدف واضح جدا ورسالة قوية جدا من البصرة، أنه المشروع الإيراني مرفوض على الأراضي العراقية، وجاء من أقرب المدن على إيران وهي البصرة التي لا يفصلها عن إيران سوى شط العرب. فهذه هي رسالة لإيران وهي مؤثرة جدا، وإيران قد استوعبت الرسالة وأدركت أنه عملها منذ 2003 إلى الآن لم تستطع إقناع الشعب العراقي بمشروعه. نعم، بالحديث عن إعلان أبو مهدي المهندس عن تشكيل مقر لميليشيا الحشد، هو مقر أقوى من وزارة الدفاع، ما الذي يقصده أبو مهدي المهندس بهذا التصريح؟ أنا أعتقد أي تعدد للقرار العسكري معناه سيعكس على القرار السياسي. لابد من جمع جميع القوات تحت مظلة وزارة الدفاع، وغير ذلك فمعناها طرهات. لا توجد دولة تمتلك مجموعة مؤسسات عسكرية، كل مؤسسة لها قرارها المستقل. هذا معناها تعدد القرار العسكري يعكس سلبا على القرار السياسي. ولهذا السبب نحن نتكلم عن قوات أمنية مهنية تدافع عن جميع العراقيين تحت مظلة وزارة الدفاع، وغير هذا الأمر فهو معناه تفكيك للدولة العراقية، ونعود إلى منظومة الإقطاعات وجيش الفرسان وإلى آخره، وكل من لديه قوة يسيطر عليها يمتلك هذه المنطقة. أستاذ حسين، أبو مهدي المهندس يقول بأن قواته هي ليست قوات خارجة عن إرادة الدولة وهي تحت مظلة الدولة، ولكن بقيادة شكلت من قبل المرجعية. هذا معناه أنه نحن نظاما ثيوقراطيا، ومثل ما ذكرت لك جيش الفرسان من كان يقوده ومن كان يوجهه؟ أيضا كان هناك بعض القادة العسكريين، ولكن مرجعية السياسية كانت مرجعية البابة. أنا أتكلم عن عصور وسطى، لا أتكلم عن عصور حديثة ولا التاريخ المعاصر، أتكلم عن العصور الوسطى المظلمة اللي كان العالم يتكلم بها. ولهذا السبب معناها أنه النظام في العراق هو نظام ثيوقراطي مقنن بانتخابات أو بديمقراطية لكنها مقننة، دليل على أنه النظام الثيوقراطي، وهذا هو خطورة على الدولة العراقية. الدولة العراقية لا يصلح لها النظام الثيوقراطي، لابد من قرار مدني، من حكومة مدنية، لأن العراق متعدد المكونات، متعدد الشعوب، متعدد القوميات. نعم، مع وجود هذه تعدد القرارات، قلت بأنه هذا الأمر يشكل خطر فعليا على قرار الدولة، وبأن تعدد القرارات العسكرية ستؤثر على القرار السياسي، لكن تعدد الرؤوس والمرجعيات، كل مرجعية لها من يقوم بدعمها وإعطائها الرأي الذي ستنفذه على أرض الواقع. أين الدولة العراقية وأين تكوينة الدولة العراقية من الرؤوس الموجودة الآن في المشهد العراقي؟ أنا أعتقد أنه تعدد الرؤوس معناها تفكيك الدولة. لهذا السبب لابد من الأمور الإدارية تحتمل اللامركزية، ولكن القرار العسكري والقرار السياسي لابد من المركزية. هنا نحن ذاهبين إلى تفكيك الدولة من حيث نعلم أو لا نعلم. لهذا السبب أنه قضية تفكيك الدولة، تعدد المراكز القرار، تعدد المرجعيات، تعدد المرجعيات السياسية والمرجعيات العسكرية، إضافة لمرجعيات دينية أيضا متعددة. العراق ليس كله مكون واحد حتى تفرض علينا مرجعية واحدة قراراتها. أنا مثلا هناك ديانات أخرى غير الديانات الإسلامية، هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الشيعية. لهذا السبب لا يمكن أنه تفرض على العراقيين ديانة واحدة ومذهب واحد وهم متعدد المكونات متعدد الأديان. أما القرار العسكري يفترض أن تكون قرارا مركزيا واحدا لمؤسسة أمنية مهنية تخدم جميع العراقيين، وهذا غائب في العراق. نعم، الغرب أي جهة يدعم؟ يعني هل الغرب يدعم تفكك الدولة بوجود هذه الرؤوس، أم برأيك هو يدعم مركزية قرار سياسي وعسكري؟ الغرب هو الذي احتل العراق ويتحمل مسؤولية تفكك الدولة، وما سمح لإيران إلا أن جعل مهمتها تفكيك الدولة على أسس طائفية وعرقية، ولكن أوكل هذه المهمة القذرة لغيره، فنفذ هذه المهمة على أفضل وجه مع حاضنته الداخلية. نعم، بالحديث عن تظاهرات البصرة والعودة إليها، يعني هناك أمام هذه التهديدات من قبل ميليشيا الحشد، برأيك هل من الممكن
أن تؤثر هذه التهديدات على حدة التظاهرات وتسعى لتكثيف أو عفوا تكثيف هذه التهديدات، هل ستؤثر بمستوى خروج هذه التظاهرات وحدتها؟ يعني هناك تهديدات بالقتل، إصدار قوائم للاعتقالات وما إلى هنالك، هذه الطريقة الجديدة التي اتبعتها حكومة العبادي ربما من أجل ترهيب المتظاهرين، هل فعلا ستؤدي إلى إضعاف الزخم الذي خرج به المتظاهرون؟ أنا أعتقد أخي أنه العراق ذهب إلى فوضى عارمة وليس فوضى خلاقة. هذا التهديدات وهذا القتل خارج القانون والاعتقالات خارج القانون وآلاف المعتقلين في السجون وتصفية خارج القانون، معناها نحن ذاهبين إلى فوضى عارمة وليس فوضى خلاقة كما تريدها أمريكا بل كما تريدها إيران. لهذا السبب أنه إيران تريد تفكيك الدولة العراقية من خلال هذه الفوضى، وجعلت أدواتها تستخدم هذا المشروع على أكمل وجه، نفذت هذا المشروع على الشعب العراقي بطريقة رائعة جدا، خدمت المشروع الإيراني. ولهذا السبب أنه نحن ذاهبين إلى فوضى عارمة وليس حتى فوضى خلاقة مع رفضنا للفوضى الخلاقة المشروع الأمريكي. نعم، ما الذي برأيك من الممكن أو ما الذي يقف أمام تبني مشروع وطني من الممكن أن ينقذ البلد من طغمة سياسية فاسدة وميليشيات مدعومة إيرانية؟ أنا أعتقد أنه العامل الخارجي هو السبب في عدم نهوض مشروع وطني في العراق، لأنه العراق إذا نهض سيكون له دورا كبيرا ودورا إقليميا وعربيا، كثير من الدول بما فيها بعض الدول العربية تريد للعراق أن يكون تحت مطرقة الميليشيات ودولة متفككة، لأنه بنهوضه ستنتهي دور بعض الدول الثانوية والدول الصغيرة. ولكن بسقوط العراق واحتلال العراق ظهرت بعض الدول الثانوية وأصبح لها شأنا عربيا. لهذا سبب العامل الخارجي مهم مع حاضنته العربية التي تروج له. هذا بالنسبة للدول العربية، كذلك على رأس أسس المشكلة هي إيران وأمريكا التي جعلت من العراق دولة مفككة لا يمكن لمشروع وطني أن يجمعها. كل هذا لعدم نهوض العراق والعودة إلى مكانه الطبيعي في العالم العربي والدول الإقليمية. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهواء مباشرة من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.